برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، وانتهى لقاء كفر الشيخ طبعا بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة مثيرة جدا جدا مع فريق بدر. كان فريق بدر تقدم في الشوط الأول عن طريق محمود الجمل في الدقيقة 34 زي ما حضراتكم شايفين معانا من خطأ دفاعي، وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف. أما في الشوط الثاني فمن ركلة جزاء أحرز حسين الحسيني في الدقيقة 66 هدف التعادل، وكان في ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 89 ونفس اللاعب هو اللي أضحى مع تألق حارس المرمى اللي احنا شفناه محمود حسن صاحب العشرين عام، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. وكفر الشيخ معرفش يستغل الخسائر للفرق الأخرى علشان يعتلي صدارة الترتيب مع دمنهور، ولكن يبقى بعد هذا التعادل في المركز الخامس. عايز أقول لحضراتكم سريعا أن جدول الترتيب اتغير، هقول لحضراتكم أول خمس فرق: الرجاء في المركز الأول ب 13 نقطة، البلدية في المركز الثاني ب 11 نقطة، المنصورة أيضا ب 11 نقطة، البلدية بعد ما كسب 12 عفوا البلدية 12، المنصورة هو ال 11، دمنهور 10 وكفر الشيخ 10 في المركز الخامس. ده ترتيب مجموعة بحري واسكندرية، مباراة مثيرة في شوطيها. هنتعرف مع كابتننا الكرام عن رأيهم في هذا اللقاء، وكابتن جمال تحليلك السريع للشوط الثاني بسرعة كده. يعني مباراة مثيرة زي ما انت قلت، فعلا الإثارة الجدية والإثارة دي في المباراة ديت فيها كل حاجة. فريق في الشوط الأولاني بيهاجم ويجيب جول، وفريق صغير مش هنقول عليه فريق كبير لأنه في آخر الجدول، مع فريق بينافس على الصعود. الشوط الثاني يتقلب الحالي بعد دفاع بحت وهجوم ضاغط من كفر الشيخ وإثارة بقى، الحارس يتألق، ضربات جزاء. يمكن هنتكلم في ضربه الجزاء الاخيره، يعني بانت قوي لو جابوها لنا انها مش ضربه جزاء، عشان كده راح كلنا في الاستوديو، حتى كل العاملين في الاستوديو مصورين لما تصد واضاءه كله تصد هيصوا كان مثلا بيشجعوا كلهم بدلين، حسوا بالظلم لما تعادت، حست انها حق بالظلم. فالمباراه مثيره جدا. عايز اقول يعني بسرعه كده، من احلى المباريات اللي اتفرجنا عليها، فيها اثاره مش كوره، فيها اثاره. كابتن وليد انت ما دخلتش معانا بين الشوطين، عايز برضو اخد رايك بشكل عام عن اللقاء والتعادل الايجابي 1-1 وضربه الجزاء. هي كابتن جمال معانا طبعا بناء على طلبك يا كابتن جمال، باينه هنا قوي، باينه قوي هنا. بص تمام اهي، كان حكم اللقاء كمان هشام توفيق غاب عنه التوفيق في القرار ده. كابتن وليد الغريب عندي في اللعبه دي ان احمد عبد المنعم، يعني احمد عبد المنعم اكتر واحد في الملعب شايفها، فهات رد الفعل بتاعه كده بعد ما راح واخد الكوره، يعني متاكد مليون في الميه انها ضربه جزاء، مع انه هو اكتر واحد، يعني هو اللي شاط الكوره وعارف انها جايه في رجل المدافع، لكن برضه طبعا يعني ذكاء ملعب كده سريع. لكن بدر اشتغل بشكل كويس قوي من اول المباراه، كابتن محمود بركات، وعايز اشيد باللي قبل منه كابتن هاني العقبي. يعني الفرقه، لان هم جم لعبونا ماتش ودي، فرقه واقفه على رجليها بشكل كويس قوي، بتنفذ تكتيك واضح جدا. لما بيردوا في نص الملعب وبيلعبوا زون ديفنس، ما بيلعبوش زون ديفنس بس يطبقوا الجزء ده، لا ده بيطبقوا الجزء الثاني وبيطلعوا على مراحل، بيطلعوا على احمد خليل بشكل كويس قوي. محمود الجمل ما بيلعبش باك رايت زي ما مكتوب عندنا، لا ده هو بيلعب قدام. تحت احمد خليل ناحيه اليمين، واسلام رمضان هو اللي بيلعب كباك رايت. تمام. فبيعملوها بشكل كويس قوي، بيلعبوا 4-3-3، والثلاثه اللي قدام بيغيروا. ده بص هتلاقي اللي بيغطي اسلام رمضان ناحيه اليمين. فشغالين بشكل كويس قوي. طبعا ما كانش هيجي فيهم جون غير بالشكل ده اما تبقى ضربه جزاء، لكن هم بص مقفلين بشكل كويس قوي، ودايما متواجدين، ودايما عددهم كبير زيادة، يعني دايما عددهم صح. زياده. فاحنا قلنا ان هي هتيجي يا اما ضربه ثابته يا اما ضربه جزاء. الكره طبعا رايحه في ايد المدافع، وضربه جزاء حقيقيه الاولى. كفر الشيخ اشتغل بصراحه، اشتغل كويس، والكابتن احمد عاشور او الدكتور احمد عاشور اشتغل، نزل احمد عبد المنعم كراس حربه، نزل محمود الاميري، ودي تغييره رائعه، فيها ريسك شويه، طلع الباك ليفت احمد صالح مظبوط، ونزل محمود ولعب على قدام، فيها ريسك شويه بقى، يميل شويه كريم خميس ناحيه الشمال، شويه يجي اسلام الفولي في الحته دي، رضوان يوسف بيامن شويه، لكن اشتغل الشوط الثاني بشكل كويس قوي، ضغط. وبصراحه احنا كلنا قلنا لو اتعادل هيكسب، وهو فعلا اتعادل بدري،
يعني احنا قلنا كان فاضل حوالي 20 دقيقه او اكتر في الدقيقه 66 جيم. يقدر في خلال ال 25 دقيقه ان هو على ملعبه. وطبعا مؤازره جماهيريه ما شفناهاش من زمان يعني. صح. شكل الجمهور حلو. ده اعلاميين اعلاميين وصحفيين مدرب هم 3000 كاميرا كابتن جمال 3000 اعلام. طب هو لو اعلام هيفرح ليه؟ بيشجعوا بين الشوطين. لكن مباراه حلوه وتحس انها في الدوري الممتاز فيها تكتيك وفيها شغل من الاثنين المدربين. كابتن صبري يعني انت يمكن توقعت ان يحصل تغييرات بين الشوطين وقلت لي ان كابتن احمد عاشور المدير الفني اللي بدر لكفر الشيخ هيدفع بالعميري وفعلا حصل ده يا كابتن صبري. والله بص كابتن يعني انا قلت بين الشوطين ان الهجمات متبادله بين الفرقتين وكده وقلت ان بدري بيلعب بكفاءه بدنيه وفنيه عاليه. تمام. يعني ما حدش ينكر لهذا الكلام. لكن الشوط الثاني اتغير شويه. طبعا ضربه الجزاء اللي هي جت في الدقيقه 66 صحيحه وسجل منها الحسين الحسيني. الشوط الثاني التعب ظهر على بدري بشكل ملحوظ. صح. ما فيش امكانيه للهجمه المرتده لان هم ما عندهمش لياقه بدنيه ولا لاعب سريع. بعد هدف التعادل اللي في الماتشات اللي زي دي يا كابتن لازم تتاكد ان الروح هتنخفض بنسبه كبيره. يعني بدر مش هيقدر يجيب جول تاني ويعني لازم الماتش ينتهي بهذه النتيجه او لصالح الكفر الشيخ. تمام. كفر الشيخ ما عندوش فرص في الشوط الثاني خالص غير التسديده اللي هي جت في بطن الولد. كانت رايحه برضه يا كابتن. كانت رايحه جدا. سيلا احسن لاعب في بدر اللاعب الافريقي وبس هو متهور. يعني اللعب كل ثلاث ايام يا كابتن مشكله للاعب المصري في الدوري الممتاز فما بالك في الدوري الممتاز به. دي مشكله كبيره جدا يعني. ضربه الجزاء طبعا غير صحيحه اللي هي ما اتسجلتش وغير مرغوب ان تيجي ضربتين جزاء في ماتش واحد وشوطهم لاعب واحد يعني. بالظبط. ادي الضربه اهي وزي ما قال كابتن وليد هو راح يمسك الكوره وقال لقطه الاسبوع. لا يعني يعني هو متاكد لانه هو اكتر واحد شايفها في الملعب. طب هو بص يا كابتن هو عايز يشوط يعني كابتن كابتن خالد يعني رفع ايده للمدير الفني ان هو عايز يشوطها بس المدير الفني صمم على اللي هو حسني حسن الحسيني حسين الحسيني ان هو يسددها. هو بيبقى طبعا قبل المباراه معروف مين لو 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 ضرب الجزاء معروف واحد اثنين ثلاثه الضربات الثابته الكرانر الكلام ده كله بيبقى طبعا متفق عليه من قبل المباراه وبيبقى بيتحط الترتيب. يعني انا برضو مع الكباتن طبعا لو قسمنا المباراه برضو ان يعني بدر كان الشوط الاولاني بعد الهدف تحديدا كان افضل من كفر. صح. الشيخ يمكن كفر الشيخ اما جه فيه الهدف اتهز شويه وكانت هجماتهم المرتده في منتهى الخطوره وكان ممكن يضيفوا الجول الثاني. لكن اعتقد من بعض التغييرات التكتيكيه انا بحيي برضو الدكتور احمد عاشور ان برضو زي ما كابتن وليد قال بعض التغييرات وبعض تغييرات في المراكز جوه سحب الملعب سحب باكليفت ونزل سحب باكليفت مع انه كان ماشي كويس. صح. يعني احمد صلاح كان ماشي كويس الشوط الاولاني. لكن اعتقد بالتغييره دي عمل ضغط هجومي على كثافة زيادة واكبر فريق بدر ان هو يتراجع ويقابله من نص الملعب. وفعلا كان فريق بدر غير الشوط الاولاني كان برضه هجماته المرتده قليله جدا ومش خطيره وكان بيعتمد فريق كفر الشيخ على برضه في بعض الفترات على الكره الطويله اللي هي لمحمد صادق بيطلع وبيبقى تحتيه على طول لعيبه منها جه ضربه الجزاء. يعني اللعبتين برضه يعني اتكرروا كذا مره فدي اعتقد ان دي برضه لعبه متفق عليها. لكن طبعا زي ما قالوا الكباتن ضربة الجزاء الثانية يمكن خانت الحكم كابتن هشام اعتقد انها مش ضربة جزاء واعتقد ان النتيجة برضو مع ان كفر الشيخ الشوط الثاني افضل كتير جدا عن الشوط الاولاني وكان ممكن يفوز ولكن اعتقد ان دي نتيجة يعني تعتبر عادلة يعني. طب كابتن جمال يعني لقينا فرقة بدر ما اجريتش اي تغييرات كنا متوقعين ان هم يعملوا اي تغييرات ولكن لا كابتن محمود بركات صمم ان هو يلعب بنفس التشكيله الشوط الاول واول تغيير عملها في الدقيقه 77 مش بعيده شويه يا كابتن جمال. انا مع الكابتن صبري ما قال ان الشوط الثاني مجهودهم قل جدا لان هم عملوا مجهود قوي جدا الشوط الاولاني ان هم يطلعوا بالنتيجه ديت 1-0 مع فرقه تقيله زي كفر الشيخ. فالمدرب هنا الكابتن محمود بركات
خلي بالك يا فايز، في مدربين بيخلوا اما اللعيبه تتعب قوي يخلوا الثلاثه في اخر ربع ساعه علشان ينشطوا ال11 الثمانيه اللي هم تعبانين، السبعه اللي في الملعب وحارس المرمى. وفي مدربين يقول لك لا انا من الشوط الثاني ابتدي انزل واحد كل ربع ساعه عشان الفرقه عندي، انما هو من النوع ده ان هو دايما عنده اساسي والناس البدلاء مش على يمكن ما يكونش على مستوى نفس المستوى الاساسي فبيخليهم يجروا في اخر ربع ساعه، فده يمكن يكون تفكيره. ولكن الملاحظ ان برغم ان التعب انما برضو حافظوا على الزون ديفنس، على دفاع المنطقه ومان تو مان وكل اتنين مع واحد والضغط في مساحه صغيره 30 يارده بس على لعيبه كفر الشيخ، زهقوهم لدرجه ان الاجوان عمرها ما كانت نتيجه الا بضربات ترجيع. يمكن احنا ناخد دي لقطه الهلا وليد بحبها قوي ابن الله اللي جاب الضربه وجري مسك الكوره جري خد يعني هو شايفها هو الوحيد اللي شايفها فينا وراح قال انا هلا هو عز الجمال. بالنسبه لضربات الجزاء يعني انا برضو في زي ما خالد قال ان انت بتبقى متعين واحد اثنين ثلاثه يعني مفيش اربعه بقى مفيش ضربات اربع ضربات جزاء، انما في لعيب بيبقى فايق قوي في الملعب تمام وساعات يمسك الكوره يقول لك انا عايز اشوط لان هو فايق فممكن المدرب يوافق له عليه بس ما يكونش بقى هو اللي جاب ضربه جزاء ومش فايق وعايز يلعبها. فبالتالي لازم يبقى واحد اثنين ثلاثه، دي بتبقى مدرب. وانا بحترم الكابتن احمد عاشور ان قال لا اللي يشوط الحسيني. يمكن الحسيني ما يشوطش مرتين لان دي صعبه جدا في العالم كله، ولكن ان احترام للكابتن احمد عاشور الدكتور احمد عاشور صمم ان ممكن يقول له شوط عادي يعني احنا خلاص داخل الخمس دقايق والحسيني شاط قبل كده بس هو حاطط رقم واحد الحسيني، فبالتالي الدكتور عاشور مشى كلمته. اذا اللي يمشي كلمته على فرقته، احنا شفنا انديه كتير بتخسر بطولات عشان اللعيب بيمسك الكوره يقول لك انا هلعب ضربه جزاء انا اللي هلعبها يا كابتن، شفنا طبعا شفناها كتير كتير انما ما يصمم يبقى ده شخصيه قويه على فرقته مليون في المية. الضربه دي فيها متغيرات بس يا كابتن ان احمد عبد المنعم اللي نازل هو يعني لسه نازل حالا وهو اللي يعتبر جاب ضربه الجزاء اللي هي اصلا مش ضربه جزاء، فهو عايز يشوط لان هو لعيب بديل، وبعدين حسين الحسيني احرز هدف قبلها ب 10 دقائق فهو عايز ايه يرجح كفه فرقته ويبقى هو جايب ضربه الجزاء وهو اللي شايطها. فانا بتفق معاك تماما وان كنت بس بختلف على ان لعيب واحد يشوط ضربتين جزاء. انا معاك انا دي طبعا. انا معاك بحس ان حارس المرمى انا خلاص بفهمك وعرفت انت زاويتك اللي انت مطمن لها انت نفس الزاويه خصوصا لو مدافع. انت امبارح ما اتفرجتش معانا على ميدو ميدو شاط ضربتين جزاء وجابهم حط واحده شمال وحط واحده يمين ما فيهاش في ماتش واحد، انما دي عبد الله في ماتش الاهلي والزمالك في السوبر حط اثنين وحطهم دي واحده في زاويه ودي واحده في كريش الشناوي بس انا ما بفضلش خصوصا لما يكون مدافع كلنا يعني ايه يعني هي الفكره ايه انا كحارس مرمى عرفت بقى حسين الحسيني بيحطها فين وزاويته اللي هو بيبقى مطمن لها لان دايما اللعيب بيحط في الزاويه اللي مطمن لها في اول ضربه ثاني ضربه عرفت انا الحساسيه بتاعته عرفت بيحطها جامد ولا ضعيف، لكن لما يدخل عليا واحد اول مره انا مش عارف الراجل ده هيقف في النص طب هيعمل ايه طب هو اصلا هيحطها شوطه ولا بيعلقها مثلا في بتبقى مباراه جامده جدا. انا كحارس مرمى بقول ايه هيشوط في نفس الزاويه ولا الزاويه الثانيه، مباراه جامده جدا هو اللي هيشوط يقول لك ايه هشوطها في نفس الزاويه ولا اغير الزاويه، الاثنين في مباراه ذهنيه فظيعه لذلك ساعات يغير الزاويه وساعات يحطها، فهو الحارس قالها هاتيه في نفس الزاويه والتاني قال لك ممكن كان يفكر الناحيه الثانيه فهي مباراه صعبه، ولكن انا معاكم ان ما يشوطش مرتين، انما انا بتكلم على الدكتور احمد عاشور ان صمم اللي معينه هو اللي طيب. وبما ان كابتن جمال اتكلم على كابتن احمد عاشور ودكتور احمد عاشور المدير الفني لكفر الشيخ هو معانا على الهواء مباشره مع زميلنا وائل، اتفضل وائل. المكسب انما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، كان ماتش صعب صعبنا على نفسنا ويعني بنقول مبروك لفريق بدر النقطه اللي خدها وان شاء الله تتعوض لسه بدري ان شاء الله. قول لي يا كابتن ايه كان اللعيبه مالها؟ هل في لا مبالاه في الاداء؟ إيه كان مثلا التعليمات كتيره قبل الماتش؟ الجماهير كان كل ده لود عليها؟
والله هو ما فيش الكلام ده. هو احنا بدأنا الماتش الشوط الاولاني ما كناش بادئين كويس وتلطينا جون، يعني حصل ضغط على اللعيبة شوية، انما في الشوط الثاني قدرنا نسيطر على الشوط الثاني تماما وخلقنا اكتر من فرصة تهديف، وجات لنا ضربتين جزاء ربنا ما وفقش في واحدة كنا ممكن نطلع كسبانين الماتش، انما الحمد لله على كل شيء. تقول يا كابتن لجمهور كفر الشيخ؟ بقول لجمهور كفر الشيخ احنا معنا فرقة لعيبة محترمة، فرقة كويسة، اذا كان حصل ضرب في ماتش فان شاء الله سهل التعويض، واحنا المشوار طويل لسه، احنا لسه 29 مباراة، لسه الامور هتبان اكتر واكتر، فان شاء الله نعتهم بان احنا نقف تاني على رجلنا ونرجع للمكسب تاني ان شاء الله. بالتوفيق يا دكتور. شكرا كابتن. شكرا. كابتن محمد رمضان صاحب محمد بدر صاحب هدف محمد الجمل صاحب هدف فريق بدر، عايز اقول لك كان في تذبذب تغيير جهاز فني، بس كان في النهارده اداء وتصميم اللي انتوا تعملوا نتيجه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله على كل شيء. النهارده احنا الحمد لله من مباراه حرس الحدود اللي فاتت ابتدى الاداء بتاعنا يتحسن الحمد لله، ربنا ما وفقش، خسرنا 2-1 في اخر المباراه بضربه جزاء برده، والنهارده الحمد لله كنا كاسبين لحد 75 برده ضربه جزاء، ومباراه الرجاء المباراه اللي قبل حرس الحدود برده ضربه جزاء. ده نداء بس للكابتن فايز والناس اللي موجوده، طالما المباراه بتذاع والناس بتشوفها، ان الناس بس يعني كل فرقه تاخد حقها بس في الملعب. النهارده 1700 متفرج جايين يتفرجوا على الماتش، المفروض المباراه من غير جمهور، الناس موجوده. هل بقى هو ضغط على الحكم؟ ما في، مش عارف يعني. انا الناس بتفرج على الكوره في كل حته، ما ينفعش يبقى فرق بين اللاعب والكوره متر وتحسب ضربه جزاء تيجي في، حتى لو جت في ايده والراجل ايده جنبه هتحسب ضربه جزاء الاولانيه والثانيه كذلك نفس الكوره، والحكم باسهل حاجه بيحسب وخلاص، وما بيراعيش مثلا ان في فرقه خصم المفروض يديها حقها زي ما بيدي الفرقه الثانيه. وده بس نداء ان الناس تدي الناس كل واحد حقه بس مش اكتر، دون النظر نداء صاحب الملعب او بره الملعب بس مش اكتر. محمد الموسم الماضي نهيته الدوري في المركز الخامس، انتوا عينكم على ايه بقى الموسم ده؟ والله احنا بندور برضو ان احنا نبقى يعني قدر الامكان على قد برضو الامكانيات اللي موجوده في نادي بدر، ان احنا برضو ما نقلش عن المركز اللي موجود السنه اللي فاتت، فربنا يسهل. بس ان شاء الله الحمد لله من المباراه اللي فاتت ابتدى الاداء يتحسن، ربنا يسهل ان شاء الله النتائج كمان. النهارده تعادل خارج ملعبنا، عندنا المنصوره ان شاء الله الماتش الجاي عندنا، ربنا يسهل باذن الله ويبقى مكسب ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا. اليك الكلمه والزميل فايز. شكرا لزميلنا طبعا وائل مونجي من ارض الملعب. ولقاءات ما بعد المباراه، مباراه كفر الشيخ طبعا واللي انتهت مع فرقه بدر بالتعادل الايجابي 1-1. كابتن صبري قال محمد الجمل صاحب هدف بدر وحيد قال حاجه مهمه جدا، حضور الجماهير والضغط الجماهيري سواء على الفرقه اللي هي صاحبه الارض والجماهير وتاثيرها على الفريق الاخر. كابتن فايز، اي ماتش بيتعمل في العادي في كفر الشيخ بيحضر 10000 15000 يعني، فما يحضر النهارده يقول مثلا 1700 يعني 1700 يعني 700 مثلا، فهو طبعا عشان راجل خصم صحفيين والكلام ده، الكلام ده مش وحش ابدا في الكوره يعني. يعني انا لما اكون لعيب والملعب فاضي خالص غير لما يكون في 500 بيشجعوا وكده، ده حتى بتديني انا طاقه ايجابيه يعني. فالكلام ده كلام مش طب مش على كفر الشيخ على المدير الفني واللعيبه ما يسببش ضغط؟ لا خالص. اصل انا مطالب بالمكسب. كفر الشيخ يا كابتن هم من غير جماهير او بجماهير، الفريق صاحب الملعب هو عليه ضغط شديد جدا، ضغط عصبي عشان يفوز، هو مطالب بالفوز فقط يعني. ودي مشكله الفرق الكبيره، هتقابل فرق كبيره السنه دي في ثلاث مجموعات، ان الفرق دي لما بتلعب على ملعبها مطالبه بطلب واحد فقط وهو الفوز يعني. فدي مشكله بتسبب لهم ضغط شديد جدا على اللعيبه وعلى الجهاز، ويعني الجهاز ممكن ما يفكرش كويس واللعيبه ممكن ما تاديش كويس. يعني انا متاكد ان فريق كفر الشيخ مش بالمستوى ده يعني، هو ممكن يبقى عندهم احسن من كده. لو لعب بره هتشوفه بره ممكن تلاقي احسن من كده. طب كابتن خالد، اخد من كلام كابتن صبري، كفر الشيخ عامل مباراه ولا احلى ولا اروع امام فاركو، شفنا المباراه وفاز عليهم 2-1. رجع فاز الاسبوع اللي بعديه على مياه البحيره بهدف للا شيء، كنا متوقعين مستوى افضل، خصوصا ان هو ما خسرش ولا تعادل على ملعبه، ولكن ممكن نشوه الفوز وسته بونت ورا بعض هي دي اللي خلت فيه ثقه عند كفر الشيخ. خلي بالك برضه يا كابتن فايز ان اصعب مباريات انت بتلعبها قدام الفرق اللي هي بتبقى وسط او في المؤخره، لان مهما بتحفز اللعيب عندك تقول له المباراه دي مهمه ولازم تكسبها، بتبقى بالنسبه للعيب جوه الملعب بتبقى صعبه، لان المباريات بتبقى مقفوله، الفرقه بتيجي بتلعبك زون. شفنا الكابتن محمود بركات في الاخر لعب، نزل حازم فتحي ولعب بثلاثه سرد باكات، يعني قفل لك خالص القلب. فاعتقد ان دي مباريات بتبقى اصعب
مما بيتلعب فاركو بيبقى الجيم مفتوح شويه يعني صح. انت عايز تكسب وهو عايز يكسب، غير فرقه عايزه تخطف منك بونت، ولو كسبت لو لطشت جول ولا حاجه يبقى كان بيها ورجعوا بالثلاثة بونت. لكن الفرق دي صعبه جدا. انا اتحطيت في نفس الموقف ده امبارح على فكره برده مع الاختلاف ان كهربت الاسماعيليه فريق برده في منتصف الجدول، لكن فعلا احنا بدانا برده الشوط الاول تحت ضغط جماهيري ما كناش برده كويسين، جينا الشوط الثاني فوقنا والحمد لله بقينا افضل زي كفر الشيخ بالظبط النهارده. فاعتقد برضو الضغوط بتبقى على الفرق دي على اللعيبة وعلى المدربين زي ما الكابتن صبري قال بتبقى كبيرة جدا. بيحضر لكم جمهور يا خالد؟ يعني بيحضر لنا حوالي يعني امبارح كان 1300 يعني 300 صحفيين نعم صحفيين لا 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 كان اصل هي دلوقتي لا يا خالد انت كده بتكشف نفسك انت كمان بيحاول يساعدك يعني انا بساعدك اعلاميين وصحفيين انا مش حاجه اصحاب مواقع لا لا مجلس الاداره دلوقتي لازم يخلي تقول كده اداره النادي مع الامن مدير الامن هو اللي بيحدد دلوقتي كيفيه دخول الجماهير. وعلى فكره استاد السويس دلوقتي بتحضر بالبطاقه بتاعتك بالرقم القومي يعني كل واحد معروف هو فين وفي كاميرات خالد كامل بقى لازم. ان في جمهور بيحضر اهو يبقى لازم يفتح لكل الناس. شفت لما بقول لك عايز تلغيلي لا 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 يا خلود لا ما عشان كده بقول لك ان الدنيا تبقى متساويه صحفيين يا خلود ما اعرفش لا هم اعلاميين هم اعلاميين قول بقى اعلاميين واخلص اعلاميين. كابتن وليد عايز اسالك على حاجه. كفر الشيخ داخل وعارف ان دمنهور كسب عفوا عارف ان رجاء كسب عارف ان البلديه كسب عارف ان المنصوره كمان عارف ان كمان المنصوره كسب وكل ده سابقه فالتفكير ان هو عايز يوصل ويكمل معاهم ممكن يكون اثر عليهم. بص يا كابتن فايز الفرقه الكبيره اللي بتلعب على الصداره دايما لما تلعب فرقه في نص الجدول زي ما الكابتن خالد بيقول او تحت الماتش ده بيبقى حاجه من اتنين، يا اما يمشي في طريقك انت ان انت تبقى ضاغط على طول وتروح جايب جون وتريح نفسك تبتدي المباراه تتسهل جدا، يعني المباراه دي تحديدا الفريق الكبير يا يسهلها على نفسه يا هو اللي يصعبها على نفسه، او يجي بقى السيناريو الأسوأ اللي حصل مع دمنهور في مباراه شربين واللي حصل النهارده مع كفر الشيخ، بس الحمد لله يعني او يعني حظهم كويس ان هم لحقوا نفسهم. لكن هي الفكره في ايه؟ الفرقه الصغيره دي او في منتصف الجدول كمان لما بتجيب جون السيناريو والتكتيك بيخدمهم جدا، يعني انا النهارده رايح اقابل كفر الشيخ في وسط جمهوره وفي ملعبه وفرقه اقوى والمحافظ بيدعم وفي نفس الوقت لو هم كسبوا هيبقوا اول الدوري، طب انا كبدر انا رايح ادافع وهلعب نص ملعب واقفل المساحات وهضيق المساحات وهلعب على المرتده ده انا لما نزلت كمان ربنا كرمني بجون واداء حلو زي ما حصل مع شربين بالظبط. هنا بقى بتتصعب المباراه جدا على الفريق الكبير، هاتي بقى في الملعب زي ما تهاتي لغاية لما توصل للتعادل، ده ما قدرش عليه دمنهور، عشان كده دمنهور أول المجموعة صح. النهاردة إيه الرابع بعد المباراة من الأول للرابع مظبوط. كفر الشيخ كنت الخامس أو السادس كنت هتطلع الأول، لكن بالتعادل ده رحت خليتك في المركز الخامس، فبالتالي هي الفكرة. عكس بقى لما بتلاعب فرقة بتنافسك على الصدارة فرقتين بيلعبوا بعض، لا أنا لو دخل فيها جول مفيش مشكلة لأن الفرقة التانية أوريدي بتلعب جيم مفتوح وبتهاجم، فانا ممكن اعوض وبعد كده ممكن اكسب، وحتى انا لو كسبت ممكن في اخر المباراه هم يتعادلوا صح. وهكذا. يعني الجيم يا اما بين فرقتين كبار الاثنين فاتحين الجيم والاثنين عايزين يكسبوا، يا اما بين فرقه كبيره وفرقه في وسط الجدول. في الحاله دي احنا دايما بنقول للاعيبتنا حتى مثلا في الاتحاد السكندري واكيد طبعا الكباتن كلهم والكابتن صبري كان في الاسماعيلي على طول طبعا فرقه كبيره، حاجه كده في الكوره اسمها ايه؟ اذبح الماتش خلص، انت راكب الجيم وجبت جون خلص جيب التاني التاني والتالت عشان تدخل بين الشوطين تبقى الموضوع ايه الموضوع انتهى. لكن انت طول ما انت فرقه كبيره بتلعب حاجه في اخر الجدول وعمال تهاتي والمباراه ماشيه وانت عمال تضيع واللعيبه عماله تتدلع وعماله خلاص بقى هتستقبل، واول ما تستقبل في قاعده في الكوره لو هربت منك يستحيل تجيبها تاني في الملعب، واحنا كلنا عارفين ولاعيبه وجات علينا فرق بتقسم. يعني ايام كان الواحد بيقع على وشه من الوحاشه قفلت خلاص طب اخد برضو من كلام كابتن وليد، يعني كابتن وليد بيفتح لي كده في مواضيع كابتن جمال. كفر الشيخ عايزه ترجع للمباراه وعندها هدف انها تحرز هدف والتاني، بس توصل لغايه قدام تلاقي كره في السماء تلاقي كره في مكان ما الجول واقف، اللي هي سرعه انهاء الهجمه يا كابتن جمال وقله التركيز في الحته الهجوميه الاخيره.
دي بتبقى عايزه تدريبات تخصصيه يعني في تدريبات تخصص للمهاجمين ونص الملعب على الشوط على المرمى في من منطقه من 25 30 يارده الموصل هنا اشوط ازاي اصوب ازاي على المرمى وكده دي عايزه تدريبات تخصصيه ولكن اللي حصل كده كلنا يعني زي ما قلنا امبارح فريق الشرطه كانت متصربعه يعني عايزه تكسب عشان صح. مش فرقه نظم الدوري الممتاز الف تبقى في الوضع دوت لا فاللعيبه عصبيه عايزه تكسب عشان هي تستمر وتخش في المنافسه فبرضه كفر الشيخ كانت اول في اول 3 اسابيع وبعد كده عايزه تكسب الماتش على ملعبها مظبوط فعايزه تكسب فالشوط ده غصب عنه ما بيحطش تركيزه قوي في الشوط علشان العضله ما بتوافقوش لان العصبيه هي اللي مسيطره على العضله صح فعشان كده ممكن يطلع عالي ممكن يقلش ممكن يروح في حته ثانيه بس بعد اذنك طبعا. يعني احنا ضمينا النهارده وليد عبد السلام بتاع المنتخب حارس مرمى شربين للمنتخب المحليين يعني بقى عندنا دلوقتي 5 لعيبه يعني مين يا كابتن؟ في حارس مرمى الاسيوطي عشان ما دخلش فيه ولا جول لحد دلوقتي وليد وما شاء الله حارس هايل في عندنا الحسيني بتاع طارق السعيد الشرطه الظهير الايسر احمد الحسيني جاب جول امبارح الحسيني في عندنا سامح حسن السكه الحديد مساك في عندنا محمد عنتر بتاع الاسيوطي ميدو النصر راس حربة ده دي اختيارات كابتن جمال احنا عشان اتفرجنا النهارده كمان حطوا محمد مصطفى كمان محمد مصطفى ضمنهور رقم 12 لعيب في نص الملعب لعيب كويس قوي وكان مؤثر وحلو اللي بيعمله الكابتن جمال ده كابتن جمال بيختار احنا عايزين 22 لاعب كل حد معانا هيختار اهم حاجه بس يا كابتن ان هم يبقوا محافظين على المستوى ده ثابت ثابت مش الفكره ان انا اجي اتفرج على محمد مصطفى الاسبوع الجاي انا مش شايف او انا وانت بالنسبه للعنتر بتاع الاسيوطي طبعا ماشي حط يعني جول حلو قوي وراح عمل اسيست في الماتش اللي فات كتير وهو الاحرص ما دخلش فيه ولا جول لحد دلوقتي 5 ماتشات حارس كويس يعني حارس هايل يعني كابتن صبري خليني اسالك على حاجه ولاحظناها في الماتشات اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت الكرات الثابته واهمها الركنيات بيتعمل منها شغل جامد جدا بيتعمل منها جمل جامده جدا النهارده كفر الشيخ جاله 6 ركنيات ما استفادش منها واحده كابتن والله الهدف بتاع شربين اللي جاء مع في الماتش الاولاني بتاع دمنهور هو ملعب وحش وكرة ارتدت لواحد قريب جوه 18 فشاطها جامد وراحت جول يعني لكن هو خلي بالك الكورنر بالذات يعني بيبقى صعب جدا لو ما كانش فيه اطوال وفي ناس بتلعب هيدنج كويس فدي مشكله كبيره جدا يعني الكور الثابته ممكن عند 18 الحاجات دي ممكن بتعمل اضافه يعني لكن الكورنر ده على فكره يعني في ناس تقول يعني بتعيب على بعض المدربين ان هو بيجي كورنر كتير وما بيعملش حاجه الكورنر ده صعب جدا يعني بس من اهم المفاتيح يا كابتن صبري دلوقتي مش اهم لا من اهمها لا بالظبط ما هو هي كره ثابته وبتعمل مشكله للفريق الخصم يعني لكن هي مش مربحه قوي لاي فرقه يعني فالكور الثابته الثانيه العاديه بتبقى احسن يعني كابتن خالد يعني شفنا برضو فرقه بدر جت بعد الدقيقه تقريبا 75 خلاص البدني وقع اللعيبه بتجر رجليها زي ما بنقول ومعتمدين على الدفاع المفروض مع الدخول في الاسبوع الخامس المفروض المستوى البدني يكون عالي شويه يا كابتن خالد هو في حاجتين ممكن وانا بدافع ممكن ان انا ادفع بعناصر هجوميه تنشط لي الناحيه الهجوميه فتخفف عليا العبء الدفاعي وفي مدرب تاني بيكثف من الناحيه الدفاعيه ويحافظ الاثنين برضو صح انا ما بقولش ده غلط وده صح طبعا. دي طريقه ودي طريقه وهو طلع في النهايه بالبونت اللي هو عايزه من البدايه يعني خلاص فاعتقد برضو هو زي ما قال الكابتن جمال هو غير تغييرين مره واحده صح نشط بيهم حس ان في فعلا بعض اللعيبه ابتدى مستواه البدني ان هو ينزل فنشط هو نشط لكن هو متهيألي يعني شويه ضغط نفسه في الاخر بنزول ليبرو وبرده عملها على فكره برده الكابتن فايز بس نجح فيها في ماتش نبروه وانا شفته يمكن في اخر ربع ساعه لعب بليبرو وسردباكين فدي طريقه برده بتنجح طريقه من الطرق بتنجح ولكن في مدربين تانيين بيبقى عندهم الدافع برضو ان انا بنشط الناحيه الهجوميه فبشد الفرقه بخفف العبء الدفاعي وممكن ان انا برضو ليه ما اجيبش جول يعني صح. ليه ما اجيبش جول ده فكر وده فكر كابتن هو على فكره حته بس اللياقه البدنيه اللي انت قلت عليها فايز
الفرق كلها بتلعب كل 3 4 ايام مباراه. فخد بالك ده سلاح ذو حدين، ممكن يوقع لانه يعمل اصابات كتير ويعمل اجهاد شديد جدا. وبعد كده ممكن يوقفك على رجلك لما الفترات تبعد. يعني انا عارف ان في تقريبا الاسابيع الجايه هيبقى فرق اسبوع او حاجه ممكن، وده حصل لنا في الدوري الممتاز الاسبوع ده بس. الاسبوع ده بس وبعد كده ترجع تاني 7 ايام حصل لنا الكلام ده. يعني خد بالك انت ابتدينا الدوري الممتاز مباراه كل اسبوع كانت حلوه قوي 100 100، بتلاقي اللعيبه كلها بعد اسبوع فايقه ولياقه بدنيه جد بعد كده طنطا في الاهلي في الانتاج الحربي كل. يعني احنا متهيألي الفرقه الوحيده الاتحاد السكندري اللي لعبه 3 4 مباريات بينهم 3 ايام وفيهم سفر، فده بيعمل ارهاق ولياقه بدنيه يعني صعبه جدا على اي مدرب. بس يا كابتن وليد برضو في الجزئيه دي قبل ما نسيبها، برضو لعيبه الدوري الممتاز بيه مش متعودين عليه. أيوة خلي بالك صح. فلازم برضو انا ما بقولش ثبات التشكيل، يعني احنا شفنا مباراه دمنهور وشربين يمكن 90-95% ما تغيرش غير واحد بس وكل الفرقه زي ما هي. فاعتقد برضو ان اما بنغير 2-3 برضو يعني دي بتدي ريفريش او يعني اعتقد دي من وجهه نظري. كابتن جمال الهدف الاولاني اللي دخل في كفر الشيخ والخطا منين؟ باسم مرسي. الخطا من مين يا كابتن؟ اولا يعني بس ما فيش خطا، هو طبعا هي قلشت من المساك بس المهاجم هو المميز. يعني المهاجم هو المميز لان هي اي دي تضحك على اي حد. لو عدنا الهدف من الاول المساك بيطلعها في قلشت، فما طلعت عاليه المساك بقى فين يا كابتن جمال؟ عينيهم فين بقى؟ بص هو بيطلعها تمام فطلعت اعلى منه، فطلعت اعلى من المساك الثاني برضه ماشي؟ يعني فانا واللي اتسحب ده الباك ليفت دوت ولا المساك اللي هو مع اخر واحده وليد ده باك ليفت؟ ده باك ليفت. المفروض بقى هو اللي يغطي مش راس حربه. تمام. المفروض هو اللي يجري على الكوره مش راس حربه. انما دايما راس حربه هو اللي بيتوقع وليد. بدليل اي فاول في الدنيا بيتشاط الفولو بتعمل راس حربه مش بتعملش من المساكين. مش عارف ليه دايما الفولو هو اللي بيخش. كابتن فايز انت عارف مين اللي جاب الجول ده؟ مساك ده اللي هو الجمل محمد الجمل. محمد الجمل بيلعب تحت الفرقه تحت اليمين تحت الفرقه. لا هم اللي هناك مطلعين التشكيل غلط تمويه. انا بس عندي على المدربين يا كابتن، المدربين بيكتبوا غلط بيموهوا علشان بيتزعل ماتشات دلوقتي. يقول لك اموه على الفرقه قبل ذات مهات وليد كده. عايز تقول على هدف وليد؟ انا عايز بس اقول انه في من وجهه نظري خطا دفاعي. يعني هتهلنا من الكادر الاولاني تمام. دايما على طول بنشوف لعيبه اوروبا اول ما الكوره كل ما تنزل الكوره تحت اوفن انا هنا الكوره نزلت تحت مرتين ثلاثة لا لازم خط الدفاع كله يطلع. يعني الراجل اللي خبطت في دماغه الكوره هو الوحيد اللي واقف صح. ادي حاجه. الاثنين اللي وراه لازم كانوا يضموا بحيث انه يبقوا على خط ال 18 دي صح. حاجه. تمركز حارس المرمى اوفن انا المفروض ان الثلاثه اللي وراه يبقوا على نفس الخط بتاعه صح. يبقى اي واحد ورانا اوفسايد. ادي حاجه. الحاجه الثانيه تمركز حارس المرمى غلط. لان في حاجه كان دايما كابتن ابراهيم رياض يعني رحت له البيت وراني برنامج معين انا كحارس مرمى انا اقف فين والكره فين. هنا حارس المرمى واضح انه كان واقف على خط الجون وده غلط. الكره لما نزلت لتحت كان لازم هو كمان ياخد له 3 4 خطوات واخد بالك. ففي الحاله دي ولا كان الراجل محمد الجمل هيبقى واقف هنا لانه هيبقى اوفسايد، وفي نفس الوقت حتى لو قلشت من دماغ المدافع كان هو حارس المرمى يطلع ياخدها بايده سهله قوي كاليبرو تاني. انا عايز برضه اقول اضيف برضه على الحته دي، لو رجعنا الهجمه من الاول هنلاقي ان محمد الجمل ده عملها 3 4 مرات في الماتش بيقطع بالعرض. اللي هو بيقطع تحت الراس حربه ودي ما بتكون القطريه دي بتتعمل في الشوط الاولاني يعني عملها كذا مره ومره في الشوط الثاني وهي بتتلعب هو حتى من غير ما الراجل يقلش بدماغه او تعدي هتبان من لا احنا مش الزاويه دي هتلاقيه هو بص بيتحرك من بين السرد باك نكملها. وما بين ايوه في زاويه ثانيه لا في زاويه ثانيه هتلاقيه بيقطع ما بينهم فدي برضو توقع منه لخطا الخصم فاستفاد منه. يعني هي مش باي لك يعني يعني هو فعلا بيعملها. راح في المكان الصح وقطع تحت الراس حربه ويعني الراجل ده بيتحرك كويس عشان يسبق الناس دي كلها لازم يكون متحرك من بدري بالظبط. لو هو واضح هو زي ما خالد قال واضح ان هو واخد على كده. خلينا بعد اذنك الناس زعلت تواليد عايزين نرشح حد في رسائل جت مسكين هيبدا من هنا يا كابتن معلش يا كابتن جمال. ايوه بص بقى تحرك لا نكملها نكملها. بص تحرك اللي هو رقم 29 بص تحرك ازاي سبريت
لو هو واقف بره خلاص ما فيش. وعمل حاجه كويسه قوي، مش بتاعته كمان، عمل حاجه كويسه قوي ان هو قطع من قدامهم. يعني هو ممكن يروح من وراهم زي الشوط الاولاني حسب اوف سايد، لكن هو خد خطوتين بالجنب. لكن هنا بقى ارجع معلش يا محمد برجاوي، برجاوي بس اوفن، او محسن الشربيني كمان. بص بقى لو الاثنين دول الراجل 5 و4 لو الاثنين دول على نفس خط الباك رايت والسرد باك الثاني، صح. كل اوروبا بتعمل كده بقى. انا الكره رجعت خطوتين اروح طالع خطوتين، رجعت 4 اروح طالع 4، رجعت تاني الورا اروح راجع تاني الخطوتين. لو الاثنين دول على نفس المستوى الراجل ده اوف سايد. بس خد بالك هو الباك ليفت ما توقعش ان السيرد باك يقلب، مش شرط، ما هو شرط هو يعني هي برضه هو حتى على هو ده الصح. ايوه صح، هو حتى لو فعلا حتى لو ما جاتش في دماغه ممكن الملعب لو مزحلق تتزحلق وتروح له برضه. صح، ايوه في نفس الوقت حارس المرمى هنا كابتن خالد المفروض يكون فين؟ هنا المفروض يكون على الستة. برافو عليك، على الستة. الكرة دي بقى لما هتتعلق يروح يمسكها بايده ومستريح، او اول بوكس، لكن حارس المرمى واقف. نكملها نكملها كتجبال بيمس عليك يا محسن. اهو محسن الشربيني، ايوه بس لا راس حر، راس حر هو فعلا زي ما قال كابتن وليد، هو كان على خط حارس المرمى يعني ده بيكمل كويس قوي. خلينا بس بعد اذنك، بص يا سيدي بقى، مين اللي زعلنا؟ شهاب من اسكندريه بتقول انتوا ما خدتوش ولا واحد في المنتخب من اسكندريه. جيهان جمال وداني عزت، مش احنا اللي بنحط المنتخب كلهم كلهم سيدات فاهمهم يا كابتن جمال. جيهان جمال وداني عزت ومدام مروه غالي بتقولوا انتم خدتوا خدتوا لا خدتوا 3 من القاهره كده حرام. ودينا سمير من بورسعيد بتقول ايه؟ بتقول انتوا ما خدتوش ولا واحد من المريخ ولا واحد من من بورسعيد خالص يعني. لا فاهمهم بس ولا السويس ولا السويس بقول لك من خط القناه بتقول لا فاهمهم ان احنا حد من خط القناه ولا اسكندريه. عايزين نفهم الناس ان احنا بنختار في المباريات اللي بنشوفها فقط. صح، يعني صح، مش صح. كل المباريات، في مباراة يعني المريخ لسه يعني شفناهوش لغايه دلوقتي، المريخ ما شفناهوش اصلا. أيوه. لغايه دلوقتي نجوم المستقبل متهيألي لا شفنا له مباراه. انا محلل يعني حاجه، انت لازم تكون موجود. فانا بطمن بقى اسكندريه وبورسعيد والسويس كابتن خالد. آه. انت طبعا لازم ترشح واحد عندك. اصل لازم ناخد واحد او اثنين على الاقل. احنا مش هناخد من الاهلي والزمالك، احنا هناخد من كل انديه من اسوان لغايه مرسى مطروح لغايه الرجاء، مش كده؟ مش قصدي يعني منتخب مصر اتاخد من مين دلوقتي؟ ممتاز بيه الزمالك. يعني حماده طلبه بس الوحيد اللي من بره، مش كده؟ ودخل حسام باولو علشان في واحد طلع من المنتخب. مظبوط. انما احنا هناخد من كل انديه عشان ده اسمه منتخب مصر. بالظبط، مش منتخب نادي. هي برضه في فكره كابتن جمال ان كل برضه مدرب بعد كل مباراه ممكن المدرب مع اراكو طبعا ان هو يرشح واحد. وعلى فكره بتحصل يعني، ودي مش يقولوا لي مين اللي كويس النهارده اقول لهم فلان وفلان. صح. مش دي نهايات. وعندنا معدين كمان ريس تحليل بيتم اختيار طبعا، عارف مين اللعيبه الكويسه والمعدين. على فكره الاهم من كده كابتن جمال كمان من وجهه نظري ان اتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره يختار بقى مدرب المحليين من يعني دلوقتي. اختار مدرب المنتخب، مدرب المنتخب هو. لا اختار المدير الفني. لا لسه اجلوها. ما انا بقول لك هو الصح، لان انت انت شغال. صح. والاسابيع شغاله، فانت لو عايز تعمل يعني منتخب صح لازم من دلوقتي يبقى فيه جهاز. صح. بيتفرش على كل محافظات مصر طبعا. ومع بقى الاستوديو مع القناه النهار مع المباريات اللي بتذاع وتسجل كمان. انا متهيالي ان هو هياخد منتخب قوي جدا، هنروح نعمل بيه حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن صبري عايز اسالك على محمود حسن اللي هو حارس مرمى بدر، يمكن اصغر لعيب في الملعب 20 سنه وخبرته الملعب 20 سنه وخبرته على قده. شايف ان هو ادى النهارده بشكل كويس جدا، خصوصا ان هو تصدى لركله الجزاء الثانيه لكفر الشيخ، والركله الاولى على فكره كان معاها. بس هو كابتن جمال قصير سنه. قصير هو بيتوقع كويس جدا. وبعدين يكفي كابتن فايز ان هو عنده شجاعه 20 سنه دي في وسط برضه الدوري ده والتلفزيون والكلام ده، دي مشكله على فكره يعني في صغر السن يعني. فالولد عنده ثقه كبيره جدا، واعتقد ان هو عمل ماتش كويس وهيبقى جول كويس ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن خالد ايه السبب الرئيسي اللي انت شايفه من وجهه نظرك ان كفر الشيخ معرفش يقتنص 3 نقاط النهارده؟ هل هي الثقه الزايده، عدم احترام المنافس او وضعه بالشكل اللائق اللي هي فريق بدر جاي لي من تحت مثلا، ولا سرعه انهاء الهجمات واللعيب عايز يتخلص المباراه بسرعه؟ شايف ايه السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي طبعا هم لعبوا متاخر، فعرفوا النتائج وعرفوا ان هم يعني خلاص بقى في بونت 13، فطبعا اللعيبه اتحطت تحت ضغط انها لازم تكسب من البدايه. وانا قلت الكلام ده ان في هدف ممكن يلخبط لك الحسابات كمدير فني، انت بتبقى نازل اول ربع ساعه عايز تخلص
على فريق زي بدر جاي وكم هزيمة والكلام ده، فأول ربع ساعة تحط جول الدنيا تفتح، يبتدوا هم يهاجموا، يبقى في فراغات ممكن تجيب التاني والتالت. فحصل العكس، السيناريو العكسي، إن بدر جاب الجول ولخبطت حسابات كفر الشيخ ولاعيبه كفر الشيخ بلغه الكوره كده، ما عرفتش تلم نفسها الشوط الاولاني. نزلوا بقى الشوط الثاني مع التغييرات، دي تغييرات هجوميه ودي قابلتها تغييرات دفاعيه، فابتدى الاتجاه في 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 مصلحه كفر الشيخ، جابوا التعادل. وعلى فكره الحكم هشام توفيق ده من السويس برضو حكم مميز جدا، يعني ممكن اي حكم بيخطئ، لكن فعلا كانت ضربه الجزاء بقى زي ما بيقول الكابتن جمال كانت فارقه. يعني لدرجه ان احنا ما لعبناش دقيقه بعد، لكن اعتقد في النهايه ان كفر الشيخ عملت الشوط الثاني شوط مميز جدا، ولكن في النهايه جمعت بونت واحد، فطبعا خسرت اتنين نقطتين كانوا مهمين جدا في صراع القمه. استاذن قبل ما ارجع لكابتن وليد، في دقيقه 86 كان في تدخل عنيف جدا، حتى احنا هنا اتكلمنا قلنا احتمال لركله جزاء، ولكن كابتن هشام حكم اللقاء حسب بعديها ركله جزاء غير صحيحه. لو ينفع تجيبوها لنا ونشوفها، هل هي ركله جزاء صحيحه ولا لا؟ كابتن وليد عايز برضو على نفس السؤال اللي انت بتقوله، انا بس عندي حاجه، عايز المدربين واللعيبه كمان يهتموا جدا بحته تعدد محاور الهجوم دي، انا مصمم عليها حتى في الممتاز ألف والممتاز بي. أول ما بيجي فيه جون وبيبقى الجيم اتقلب هجوم ضد دفاع، للأسف كل اللعيبة وكل المدربين وكل الناس بتريح نفسها إن حط كرة على الطرف وعمل أوفر. صح. فهنا بيجي الكابتن محمود بركات يروح منزلك حازم فتحي ولعب بتلاتة، عملها قبل كده مدربين كتير قوي، إن شربين نفسه بيروح قفل على ضمنهور. فبالتالي انا نفسي من اللعيبه تفهم اولا تهدي نفسها وهي مغلوبه، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان انا لازم استغل محاور تانية غير الاوفر، يعني احنا واحنا قاعدين كلنا بنتفرج بنقول لا مش هيجي جول، لو قعدت 3 ايام هتلعب هو يا اما ضربه ثابته يا اما بقى كوره كده في ايده غلط وكده خطا يعني واضح، لكن انت عشان تلعب كوره لا الناس قافله. ليه احنا بنقول كده؟ ليه؟ لان كل اللعيبه بتستسهل، بيقول لك معنى فكر الهجوم ضد الدفاع ان انا احط كره في 18. لا يا جماعه الكلام ده مش موجود، احنا بنشوف برشلونه مغلوبين 2-3 والناس بتباص عماله تباص بنفس السيستم ونفس الطريقه ونفس الموضوع، وعندهم حاجه اسمها كان دايما مستر مانو الجوزيه يقولها لنا، صبر على الهجمه، اصبر. ما انا ممكن انت من الباك رايت تشيلها في ثانيه تبقى في ال 18 الثاني، لكن ما هو الثاني هياخدها، لكن انت لما هتحطها للديفندر والديفندر هيحطها لايه، يبقى انت الكوره انت معاك الكوره ورحت بس رحت بهجمه وهكذا. الدرجه الاولى ما تشبهنيش ببرشلونه يا وليد. لا والدرجه الاولى الدرجه الاولى ممتاز، لعيبه كبيره وحتى في الاهلي وفي الزمالك وفي الانديه الكبيره. هي الفكره معك. ايه ان انت اول ما تبقى مصربع على الفوز مع انك انت فاضل ربع ساعه، لكن انت ايه اوفر اوفر وخلاص. بص يا وليد، دي الصربعه كم مدرب اتشال لحد دلوقتي؟ 19 دلوقتي 19 دلوقتي لو محمد فايز استقال. اتاكدوا لنا يا جماعه اذا لازم اتسربع ولا ما اتسربعش يا وليد؟ كم اتسربع على المكسب والجمهور وتعرف لو انا هقعد سنه هقعد سنتين معايا عقد موسم وموسمين مش هتسربع. على كلامك مظبوط، حد يقدر يشيل زيدان في ريال مدريد او مدرب انريكي في برشلونه حتى لو اتغلب واتغلبوا كتير مش كده؟ مش هتغلبوا، حد يقدر يشيله؟ لا. احنا هنا 18 19 مدرب النهارده. صح. في الاسبوع الخامس اذا نعذر المدربين في الصربعة. طبعا نعذرهم ان هم عايزين يدخلوا الكره 18 بسرعه لغايه ما يفرق. صح. 10 بونت او 8 يعني انا شفت ماتش النصر امبارح، النصر من احسن فرق اللي بتلعب كوره في الدوري الممتاز به، ورغم ذلك برضه في شعلقه الميدو وميدو يلعب وجه ثلاث اجوال. النصر لو فارق بقى 5 ولا 6 كورته حلوه جدا. صح. نفس الحكايه خالد انت بعد الهزيمه اول ماتش كنت متسربع قد ايه في السويس؟ ثاني ماتش ثاني ماتش كنت متسربع قد ايه؟ جدا عشان عايز يوصل مش عايز يتشال مش عايز اديني استقرار يا وليد. صح. انا العب لك كوره، انا عايز ادي ثقافه للعيبه نفسها ان انت برضو عشان احنا لعبنا شويه يعني عندنا شويه خبره، ما تفتكرش ان انت لما الكره تحطها في 18 بقيت انت كده بتهاجم. انت الفرقه الثانيه هتلعب على كده، فانت احسن بالظبط، فانت ركز في ايه؟ ان انا اوصل للمرمى ده بس بطرق مختلفه. يعني انا عندي واحد مثلا شويط، بدل ما انا اعمل اوفر احضر له
وشوط، يبقى دي ايه محور تاني. يبقى انا لما الفرقه الثانيه هتعرف ان الراجل ده رجله تقيله وبيشوط من مسافات هيعملوا ايه؟ هيطلعوا له، هيطلعوا له، لو طلعوا يبقى هيفتح مساحات. طب انا عندي واحد زي مهاري، محمد مصطفى مهاري، وبيروح يعمل 1 2 دبل باص ويروح. طب عندي واحد بياخد ضربه جزاء، طب عندي واحد بيعرف يخترق فردي، مفاتيح تانية. فتبقى العمليه صعبه على اي فريق بيدافع. احنا مش عايزين فرقه تدافع، يعني احنا بالنسبه لنا كمحللين نفسنا الماتشات كلها تبقى مفتوحه عشان نشوف اهدافه، ويبقى عندك على طول دايما واخد استراتيجيه الهجوم. ان انت يعني انا كان نفسي بدر وهو كسبان يهاجم ويفتح الجيم ويجيب الجون الثاني، لكن ده ما بيحصلش. برضو عايز اقول حاجه يا كابتن وليد، برضو ان برضو ممكن انت عايز تجيب جول، في مدربين بيغيروا الطريقه، يعني مثلا بلعب انا 4-2-3-1 تمام، اروح مطلع الراجل اللي تحت الفرود ومنزل راسين حربه، فدي من برضو تغيير الطريقه. في مدرب يفضل على السيستم اللي هو بيلعب بيه لغايه نهايه المباراه زي النادي الاهلي، مهما بيكون النادي الاهلي مثلا متعادل مغلوب هو بيلعب 4-2-3-1 يعني قليل قوي اما بينزل راس حربه تاني. فدي برضو دي طريقه مدربين ودي طريقه الكابتن جمال عبد الحميد بيلعب على طول برصين حرب، معروف الكابتن جمال بيحب هو على حسب الامكانيات اللي عندك، طريقه الكابتن جمال وناجح بيها امكانيات لعيبه. ما اقدرش ان انا بلعب براس حربه واحد وتحتيه ثلاثه، طريقه كل واحد كابتن صبري بيلعب كمان كابتن حسب القماشه كمان اللي معاك، بحسب القماشه بحسب اقتناعك انت بالقماشه اللي انت عندك والطريقه اللي هي هتساعدك ان انت تكسب. بس كابتن صبري يعني كابتن وليد قال نقطه مهمه جدا، لما يكون اللعب مخنوق ومقفول وفي زحمه في نص الملعب يبقى لازم يكون عندك حلول تانية غير العرضيات. طيب كفر الشيخ ما عندوش حد مهاري كان يدفع بيه كابتن احمد عاشور ياخد اللاعب 2 وانتوهات يفتح ملعب؟ هو انت سالت كابتن خالد جلال السؤال اللي قبل ده وهو جاوبك، خلي بالك النتيجه بتاعت دمنهور وشربين ممكن تكون اثرت. ليه؟ لان هو نفس الموقف بالظبط، فرقه كبيره مع فرقه صغيره، صح، فالفرقه الصغيره كسبت فدت ثقه حتى كمان ممكن يكون اتهزوا يعني. فيعني خلي بالك الكلام ده هيبقى متواجد باستمرار عشان حاجه مهمه جدا، ان السنه دي في 7 فرق هتنزل، 7 فرق هتنزل السنة دي مش 5، احنا عندنا معلومة 5 من كل مجموعة 7، لو هم طبقوا القوانين اللي هم بيقولوا عليها 6 فرق فقط تلعب دوري ممتاز بيه على مستوى الجمهورية، و7 فرق هتنزل. فخلي بالك كل الفرق دلوقتي يا كابتن فايز بيلعبوا على المكسب، يعني بدر عايز يروح يلعب كفر الشيخ في كفر الشيخ عشان يكسبه، لأن نقطة واحدة والتعادل مش هينفع يعني. فدي برضو من ال الصعاب اللي هتقابل الفرقه الكبيره او الفرقه اللي هي دايما بتلعب على الصعود يعني. تمام، اللاعب المهاري ما كانش كفر الشيخ عندهم لاعب مهاري؟ هو كابتن وليد قال على حاجه مهمه جدا وانا معاه، في ان هو لازم الصبر ولازم لازم الفرقه تمسك كوره كويس، وبعدين لازم يبقى في تنوع في التكتيك الهجومي، يعني لازم انا بلعب على الاجناب مقفوله ادخل من العمق، لان مش ممكن هقفل كل ده، صح، الا النهارده لو حضرتك لاحظت ان فريق شربين هو اللي طبق الكلام ده. هو اللي قفل العرض الملعب كله، لانه هو كان عامل 20 متر بالظبط قدام ال 18، فهو كان ده مخلي 3 لعيبه في الجنب اليمين و3 لعيبه في الجنب الشمال والنص مقفول بال4 يعني. كابتن ده موقف صعب جدا يعني. كابتن جمال مين اللي عجبك النهارده في الفرقتين؟ يعني انا عجبني اللاعب الافريقي بتاع سيلا لاعب، وانت برضه اشدت بيه في الشوط الاول، كلنا انا وكابتن صبري كنا قاعدين نتفرج هنا، استمر اعجابك بيه الشوط الثاني؟ كانوا بيتفرجوا في حته ثانيه مش عارف ليه، ما قدرتش اتفرجوا، ده الشاشه هنا جميله جدا عشان الفطير، عايز اقول لك حاجه يا وليد، الشاشه هنا والاستوديو هنا، يعني بشكر كل اللي عمل لمسه في الاستوديو هنا بالديكور بالشاشات الجميله دي بالاخراج بالكل حاجه لذيذه جدا. فحتى انا وكابتن صبري على الشاشه انا وفايز اتفرجنا حاجه جميله كانك قاعد في المقصوره. فاحنا واحنا قاعدين قلنا سيلا ديفندر جميل، بيعرف هو طبعا زي ما قال كابتن صبري متهور شويه، ولكن مدفع. انا احبه في فرقتي ليه؟ بيتمركز صح، كل كره بيقطعها صح، بيطفش في وقت التشتيت، بيباصي في وقت الباصه، يعني لعيب كويس. ده عجبني جدا. تاني حاجه اللي جاب الجول
اللي جاب الجول محمد الجمل اللي هو محمد الجمل كويس. او محمود الجمل ما اعرفش اسمه بالظبط محمد او محمود الجمل اللي جاب الجول الجمل عجبني في الشوط الاولاني زي ما قال خالد دايما كان بيقطع عشان يجيب جول حتى راسه خبطت في راس لعيب من كفر الشيخ صح. اكبر دليل ان هو عنده الاصرار ان هو يخش في الحته دي بين الست ياردات ونقطه الجزاء دولت عجبوني جدا جدا في فريق كفر الشيخ بقى مع يعني اللي عجبني فيهم ان هم عايزين 3 بونت وبيعملوا اقصى كفريق كامل اقصى ما عندهم ولكن عدم التوفيق هو اللي ما كان وفرقه بدر كانت انما اللي شوف اللي استغرب له فايز ان بدر في المركز ال17 وبالمستوى الحلو دوت طب صراحة. هو كان فين الخمس ماتشات اللي الاربع ماتشات اللي قبل كده مستواه هايل جدا ده حتى وليد بيقول جم لعبونا في الاتحاد فرقه كويسه واقفه على رجليها طب ازاي يعني الفرقه دي اللي واقفه على رجليها هو هم غيروا المدرب كابتن محمود اتغير مش كده كان هاني كابتن العوقري وجه كابتن محمود بركات واحنا دايما بنقول تغيير المدرب يا وليد زي ما قلنا سلاح ذو حدين يا اما ايجابي يا اما سلبي يبقى في فرقتين تغيير ايجابي فرقه اللي فاتت شربين بمحقق بسند وبدر. وفرقه بدر بمحمود وطبعا جمال المقص مع دمياط وجمال المقص مع دمياط كسب بالاربعه وخالد القماش مع فاركو كسب ووشهم حلو المدرب اول مكسب ويمكن نقول السلبي الترسنه بس انا اكون في عونه يعني الماتشات جامده عليه الماتشات ورا بعض الترسنه بيلعب ماتشات جامدين جدا يعني انا اكون في عونه يعني طيب احنا الاهداف جاهزه معانا النهارده اتلعب 10 ماتشات 9 ماتشات في مجموعه بحري واسكندريه ومباراه وحيده كانت من او مؤجله من مجموعه القاهره واللي زي ما قال عليها كابتن جمال هي مباراه مصر والترسانه واللي انتهت لصالح مصر بثلاث اهداف للا شيء وان شاء الله قبل ما نختم حلقتنا النهارده من استاد بلدنا واستوديو التحليل من استاد بلدنا هنتفرج على الاهداف مع حضراتكم وبيتم التجهيز في المطبخ جوه كابتن جمال انت عارف خليه نحل جوه شغاله انا برضو من ضمن الحاجات الجميله يعني لو المشاهد شاف اللي جوه في كنترول كام واحد عشان يطلع ال 23 مباراه في 24 مباراه في 3 ايام او 23 مباراه ولا كام مباراه؟ بتهيألي 23 مش كده؟ لا في المجاميع كلها؟ المجاميع كلها 54 لو قسمناهم 27 مباراه اكتر كمان 27 مباراه يشوف الخليه اللي جوه في الكنترول حاجه جامده جدا الناس بتحاول تطلع لك احلى حاجه بتحاول تطلع للمشاهد احلى حاجه في الدوري الممتاز وحتى المعلقين ما شاء الله بتوعنا بيشيدوا بالتصوير والمشهد البطيء ويوري لك ده فعلا ضرب جزاء ولا مش ضرب جزاء ده فاول ولا مش فاول ده يستحق الانذار ولا ما يستحقش الانذار يعني بصراحه انا بقول ان قناه النهار مع استاد بلدنا ما شاء الله زي ما قال محمد شاوي المظاليم مش مظاليم مع قناه النهار كابتن وليد فايز بعد اذنك برضه التصوير يعني متميز جدا احنا فضحنا الدنيا بالتصوير يا كابتن صبري والله العظيم فضحنا الفرق جدا خلي بالك انا بتفرج على ماتشات الدوري الممتاز في حاجات ما بنشوفهاش كويس يعني لكن ضربات الجزاء والفاولات والاعاقات والكلام ده كله بنشوفه بوضوح من اكثر من زاويه فانا مستغرب يعني بيبقى في كام كاميرا في الملعب عشان يحصل لا ده في حاجه كمان حلوه كمان يا وليد ان انت بتشوف كمان الخطه اللي بتتقال من المدرب يعني المدرب فايز الكاميرا بتاعتنا بتخش جوه غرفه اللبس وبيجيبهم وهم نازلين من الباص بيجيبهم وهم داخلين الملعب شايلين الشنط بتاعتهم والتيشيرتات بتاعتهم دلوقتي كل الفرق بقت تلبس تيشيرتات شيك ويونيفورم في بعض الرعاه ابتدى يبقى في بعض الرعاه للانديه ايوه يونيفورم كويس شازلونج بس اللي على فكره هو دلوقتي نسيت اقول لك كان في الاستاذ كريم عبد الحميد ده قريبك يا عم احنا قلنا عليه ماشي كريم اسماعيل عبد الحميد بيقول لك عايز اقول لمين هناك في اكلم مين علشان اجيب له هو جاب خلاص اوديهم لمين في طحطه انا اكلم مين يروح على استاد بعد اذنك يقول لنا مين مسؤول في طحطه يستلم الاثنين شيزلونج اتبرع بيهم الاستاذ كريم اسماعيل عبد الحميد اتبرع طيب. يا كابتن فايز انا بس عايزين واحد في دمنهور عشان دمنهور برده كان هو كريم بقى كفايه بقى لازم نلعب عايزين نشوف واحد تاني فريق كهرباء اسماعيليه امبارح هم نازلين في بيس فكرين فريق برشلونه لما بيروحوا في في الزي والالوان وكده اما الاتوبيس بيدخل وبتاع والله لا شغل عاملين شغل عالي الحمد لله طيب هنروح نشوف اهداف مباريات النهارده وناخد تعليق سريع كده من كباتننا واول لقاء النهارده وكانت المفاجاه بصراحه كانت ما بين دمنهور وشربين وفوز شربين بهدف للا شيء وهاخد بقى تعليقات سريعا واحنا بنتفرج على الاهداف كابتن وليد سريعا فوز شربين بهدف للا شيء بهدف علي سلام في الدقيقه 15 احنا اتفرجنا دي برده نفس التكتيك اللي بيتعمل على القريبه
عملها واطية شوية، لكن بدل ما التاني يردها بدماغه ردها برجله، والراجل مكمل بشكل كويس قوي. يعني علي سلام في دقيقة 7 تقريبا أحرز الهدف الأول ومشيت المباراة كلها بالشكل ده. تمام كابتن خالد، نروح للمباراة التانية وتعادل الحرس مع الحرية، ولسه بنتفرج مع حضراتكم طبعا الهدف الوحيد في مباراة العبد المنهور وشربين واللي انتهت صالح شربين. حرس الحدود واستاد الماكس والتعادل الإيجابي 1-1 مع الحرية. يا كابتن خالد، طبعا أنا قلت للكابتن وليد قبل في الكواليس قلت له الحرية فريق الحرية على فكرة فريق اتفرجت عليه كان كويس جدا في الأكاديمية البحرية مع الكابتن أكرم عبد المجيد، قلت له الماتش هيبقى صعب بس برضو ما كانش متوقع، يعني كان متوقع ان الحرس يكسب المباراة، لكن طبعا التعادل عطل الحرس كتير جدا. يعني كابتن صبري، ده الأهداف التعادل هدف لكل فريق الحرس الحدود والحرية. نروح للمباراة الثالثة، المنصورة ومياه البحيرة، وفوز المنصورة بهدفين مقابل هدف. يا كابتن صبري، هو المنصورة طبعا بيبقى عنده لعيبة دايما متميزة في الناحية الهجومية وكده، وشوف احمد ده طويل جدا، احمد الاشقر ده لعيب بلديه المحله، فهو شوف رجع كره باقتدار وزميله حطها بسهوله جدا. فهما دايما فريق المنصوره عنده الخط الهجوم، وهو يعني انت عارف لعيبه الاهليه كلهم متميزين جدا وعندهم فنيات عاليه جدا يعني. فطبعا برضه الاشقر ده المنصوره من اقوى خطوط الهجوم يا كابتن. لا هما دايما بيتميزوا يعني دايما بيتميزوا بالكلام ده يعني. تمام، تتوقع المنصورة تستمر يا كابتن صبري قبل ما نخلص الأهداف؟ طبعا تستمر، كابتن إبراهيم طبعا هيبقى وراهم، وجماهير المنصورة طبعا بتحفز فريقها كويس جدا. والموقف صعب طبعا في المجموعة دي، الموقف صعب جدا يعني. الكابتن جمال، المباراة الثانية كوم حمادة ونبرو، برضو مفاجأة فوز نبرو على كوم حمادة، في كوم حمادة بهدف للا شيء. أنا عايز بس أقول للجمهور المنصورة وكل الناس في المنصورة وسيادة العميد إبراهيم مجاهد وكل اللعيبة، لا هو سيادة اللواء إبراهيم مجاهد وكل الناس، احنا انتقدنا للخناقة عمرنا ما نقول لفظ وحش لنادي المنصورة، لنادي المنصورة ده من الأندية الكبيرة جدا، وان احنا اصلا يعني بننقل كل الماتشات علشان نجيب الحلو ما نجيبش. احنا قلنا الماتش خلاص بقى تعادل والموضوع كان فيه خساره وتعادل، فما كانش انتوا يا جماعه انتوا بتتصوروا دلوقتي على الهوا، فمش عايزين حد يبقى فيه يعني يعكر الجو. تمام، فطبعا بنقول لهم يعني احنا محتاجين ان احنا نصور او نوري الناس ان في الدرجه الاولى لعيبه كويسه انديه بتعرف عندها مسؤولية، إنما يعني أنا شايف كل الملاعب وملعب المنصورة تحسن ولعبة المنصورة ده طبعا ده ماتش مصر والترسانة طبعا، وكابتن عبد الناصر محمد بيكمل مسيرته لغاية دلوقتي. كابتن الله يكون في عون طبعا نادي الترسانة، لأن هو ابتدى غلط فعشان يطلع من الكبوة ديت عايز مدة، فلازم يصبروا بقى على الشباب، لازم يصبروا على الشباب. كابتن هشام زكريا طبعا دي تاني مباراه بيقودها بعد مباراه الشرطه، على كمال نفس لاعب المقاولين السابق، لاعب المقاولين والزمالك هم جايبين لعيبه دوري ممتاز يعني. عدم تقدير من الباك ليفت سندها بشكل كويس قوي، بس بص بقى التقل يعني، بص بعد لما سندها بص، لان هو لعيب يعني لعيب طبعا ممتاز فتقل عليها بشكل كويس قوي. كابتن وليد، اللقاء السابع معانا ديكيرنس وفاركو، وفوز فاركو اخيرا مع القياده الفنيه الكابتن خالد القماش. طبعا مبروك، ومبروك للكابتن خالد القماش، يعني اول مباراه بتبقى محتاج جدا فوز فيها. ده حماده يحيى المهاجم المعروف، هو دايما كان على طول الكابتن مشير عثمان بيلعب مصطفى جعفر، وبيجي حماده يحيى من تحت وبيقلبها لأربعة أربعة اتنين وبيهاجم بشكل مكثف، فدي واحدة حمادة يحيى برضو حطها بشكل كويس، وإن كان فيها خطأ من حارس المرمى متهيألي ده حمادة يحيى تاني برضو بياخد على القريبة وبيخطف دي 93 اللي وراه ده كمان متهيألي مصطفى جعفر تقريبا يعني هو كابتن خالد القماش تقريبا هيلعب بنفس الشكل. دايما عايزين نقول حاجة، إن المدير الفني لما بيجي في أول مباراة ما بيبقاش كل الفضل ليه هو بس يعني، لازم برضو ندي الجهاز القديم لان انت مش ممكن في يومين اذا كان كابتن محمود بركات او اذا كان كابتن خالد قماش او اذا كان اي مدير فني بيمشي وبيجي مدير فني جديد بعديها بيومين ثلاثه بيكسب او اسبوع، مش ممكن يكون هو اللي تكتك التكتكه دي كلها، لكن بيعمل ايه؟ اللعيبه بتشد،
وتمرن جامد، كل واحد عايز يحجز مكان في التشكيل الاساسي. أيوة. فكله بيحارب وكله بيأدي صح. بشكل غير اللي كان بيأديه. لكن في الاخر التكتيك بتاع المدير الفني الاولاني، التنظيم بتاع المدير الفني الاولاني، التخطيط، الضربات الثابته، كله بتاع المدير الفني الاولاني، لان الجديد مش هيلحق يعمل كل ده ومش هيتشال بكره ولا بعده. فاللعيبه بتسمع كلامه بسرعه صح. وبتلعب كويس عشان تضمن تشكيل ونقطه قالها كابتن فريد، بقول لك مش هيتشال. ما هو المدير الفني الجديد، فانا عايز افرض النهارده لما ماشي اتغلب هيتشال؟ لا لسه. فبالتالي اللعيبه بتنزل اقصى ما عندها عشان يبقى هو ده الاساسي اللي هيقعد المدرب معايا ده لمده على الاقل الدور الاولاني. كابتن خالد، اخر مباراه شفناها وكانت بلديه المحله وصيد المحله وفوز البلديه بهدف للا شيء، والمركز الثاني، وكابتن رمضان السيد ماشي بشكل كويس جدا. لا، الكابتن رمضان ماشي بصوره جميله جدا، وهو مجمع على فكره فريق قوي جدا، ويمكن ده ديربي برده ما بين البلديه والصيد، وكان برده من المباريات اللي حسمتها الفرق المقدمه. يعني النهارده فاركو، هنقول الرجاء كسب، المنصوره كسب، بلديه المحله صح. يعني كل الفرق اللي لعبت على ملعبها اللي هي بتنافس كسبت، فدي حاجه ايجابيه بالنسبه للفرق. اشكركم شكرا جزيلا، كابتن جمال، كابتن صبري، كابتن خالد، نورتنا. كابتن وليد كالعاده منورنا. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا كابتن جمال. شكرا كابتن صبري. شكرا كابتن فايز. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لنهايه استوديو تحليلي بتاعنا النهارده من استاد بلدنا. تابعنا مع حضراتكم، وكانت البدايه مع زميلي كريم حسن شحاته، وانهيناها طبعا بالمباراه اللي تابعناها، مباراه كفر الشيخ وبدر، وانتهت بتعادل ايجابي 1-1. بكره ان شاء الله هنرجع لاستاد بلدنا وحصاد ما حدث في الاسبوع الخامس للمجاميع الثلاثه. استنونا بكره ان شاء الله، وعرض بقى مفصل ودقيق للاهداف وتحليل الاهداف، وايضا لقاءات ما بعد المباريات بكره، وحلقه جديده من استاد بلدنا.